شكرا. مرت عمي نايمة؟ لهلأ؟ هيك بده يصير إذا بدها تضل تاكل طول الليل. امبارح كل الوقت عم تزعج الجليس، بتقضيها على وجع راس أو وجع ظهر. هلا ليش ما بتقعدي؟ ممكن تعملي لي هاد على مقاسي؟ شو هاد؟ الفستان. شايفة حدا فاضي هون مع ماكينة خياطة؟ شو صاير لك؟ ها؟ في ضيوف جايين المساء وأخي رئيس مخلي الكل مستنفر. روحي من هون. يا ربي دخيلك. شو رح تلبسي هاد؟ عن جد ريحته مو معقول شو بشعة. هلا أنا عندي فستان وممكن تلبسي. شو قلتي؟ لا أحسن من هالفستان، وإذا ما عجبك فيكي ترجعي، وهو أساساً رح يعجبك. الفستان يلي لبسته على عرس عمي حلو حلو كتير. ما أنتي ما بدك فستان؟ بس يعني عمتي